أقوى المنتجين، تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مقدمة الشوط مباشرة لنرى من تسيطر مع المركز الأول بهذا التقدم مشكورة. تعود الملكية من يقدمها عبيد بن محمد بن بدر العليلي، يقدم لنا مشكورة مع مقدمة الشوط. ثاني المراكز من تاتي هناك رواية، مطار بن الذيب مخلفان بوق الضين النعيمي يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني. النقلة مباشرة إلى المركز الثالث. هناك القادمة والواصلة في هذه اللحظات، أرزنا من تتقدم مشاهدينا الكرام. تعود الملكية لمصبح بن سعيد بن عتيق المنصوري، ولكن اللي غيرت في هذه اللحظات، يا سلام، تتقدم مباشرة. هناك مخيفة سالم بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، وصول أيضا من شوق. تعود الملكية مشاهدينا الكرام لسعيد بن مطر، سعيد بن سالم بن حاذ الاكتبي من يقدم لنا شوق، ويا شوق هل الناموس تهدي بن حاذ في هذا الصباح. القادمة مع المركز السادس في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، من انطلقت مباشرة تاتينا بتقدم ممتاز. هناك مجاد مبارك بن عوض بن مبارك الفلاحي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الخامس، وتغير مباشرة إلى المركز الرابع. الوصول الجديد والقدوم في هذه اللحظات، يا سلام، من تتقدم بويضة، تعود ملكيتها لسالم بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري من يقدم هذا الاسم، والقدوم ايضا والوصول من ديور خليفة بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي. هكذا الاسماء، هكذا الاسماء مشاهدينا الكرام من خلال مسيرة وانطلاقة هذا الشوط. لنا عودة الى المقدمة، لنا عودة الى سكان المقدمة، يا سلام. مربع ذهبي، مربع ذهبي تشكل مع الصدارة والقيادة مشاهدينا الكرام، ومقدمة الشوط والمركز الاول امجاد. واليوم يوم الامجاد للناموس، امجادك الفلاحي وانتاج بالفعل يقدم هذا الاسم. هنا مشاهدينا الكرام مبارك بن عوض بن مبارك الفلاحي، ولكن اللي غيرت على الصدارة، يا سلام. هناك ايضا مشاهدينا الكرام ارى اللي هي، يا سلام، من تنطلق وصايف وصايف وصايف. تعود الملكية سالم بن سلطان بن ميرين الاكتبي من يقدم الكيلو ونصف الكيلو للمنتجين، لمن الناموس، لمن الفوز في هذا الصباح. المركز الثاني اللي تقدمت في هذه اللحظات، نشوف يوسف اللي غيرت مع المركز الثاني، يا سلام. امجاد من ترافقها في هذا التقدم، ولكن امجاد تحتل الصدارة. امجاد، تعود الملكية مشاهدينا الكرام من يقدم لنا امجاد في هذا الشوط، مبارك بن عوض الفلاحي، وهناك بن ميرين من يقدم لنا انتاج مع المركز الثاني. المركز الثالث، نشوف اللي في المركز الثالث، يا سلام، من ترافق امجاد بهذا التقدم وبهذا المسار. هناك من تاتينا سيده محمد بن شامس العامري، يا سلام، تسللت مع المركز الثاني، ولكن اللي قادمه في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام من تصل ايضا روايه، مطر بن الذيب بن خلفان النعيمي، النعيمي يقدم لنا روايه. القادم احلى مرضيه، حامد بن محمد بن غدير الدرعي، اول اذاعه لها مشاهدينا الكرام، مرضيه تتسلل الى المركز الرابع وفي خامس المراكز. من الجانب الاخر هناك مشاهدينا الكرام تصل في هذه اللحظات ديور خليفه بن عبد الله بن محمد بن منينة الشامسي، ولنا عوده، لنا عوده الى بن ميرين وانتاج بالفعل. غادر بالشوط يبي يسلم عليهم في هذا الصباح، ان لم يكن امجاد، ان لم يكن مرضيه، مرضيه مرضيه مرضيه، روح يا بن ميرين، يا سلام. ولكن مرضيه مشاهدينا الكرام تقدمت، مرضيه. امجاد قادمه مع المركز الثاني، بن ميرين مع المركز الثالث، المركز الرابع اللي وصلت في هذه اللحظات، واول اذاعه لها مشغله محمد بن سلطان بن عبد الله الدرعي. ولكن لنا عوده، لنا عوده مع البدايه، مرضيه مشاهدينا الكرام وانتاجهم، انتاجهم اهل مصانع الجنوب. هناك مرضيه، مرضيه امجاد، امجاد مرضيه. اللحظات الاخيره، اللحظات الحاسمه، مرضيه. السلام الى اين؟ الى ابو ظبي ام الى القوع؟ اهل القوع، اهل القوع، عودهم، عودهم. حامد بن محمد بن غدير الدرعي، سلام، مرضيه، سلام، سلام مصانع الجنوب على هذا الفوز وعلى هذا الانتاج الطيب. تهانينا لحامد بن محمد بن غدير الدرعي. المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني مشاهدينا الكرام. امجاد، تعود الملكيه مع المركز الثاني، مبارك بن عوض بن مبارك الفلاحي. المركز الثالث،
ثالث المراكز مشاهدينا الكرام وصايف سالم بن سلطان بن ميرين الاكتبي المركز الرابع. رابع المراكز مشاهدينا الكرام الشبله خليفه بن محمد بن سالم الراشدي. نشوف التوقيت الزمني، نذهب مباشره لملخص هذا الشوط لنتعرف مع التوقيت الزمني واثناء وصول مرضي الى خط النهايه مهدي الفوز حامد بن محمد بن غدير الدرعي. تهانينا والناموس على هذا الفوز والابداع والانتصار. لحظة وصولها الى خط النهاية معلن الفوز والناموس في هذا الصباح مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس لملكها مرضي حامد بن محمد بن غدير الدرعي. التوقيت الزمني مشاهدينا الكرام وامامكم 5 دقائق 53 ثانية، 6 من الاجزاء مرضي حامد بن محمد بن غدير الدرعي. المركز الثاني امجاد، امجاد في المركز الثاني، تعود الملكيه لمبارك بن عوض بن مبارك، ولكن المركز الثاني هناك الشبله خليفه بن محمد بن سالم بن علي الراشدي في الامتار الاخيره من خلال تاكد نالت المركز الثاني. التوقيت الزمني 5 دقائق 54 ثانية، 5 من الاجزاء. المركز الثالث امجاد مبارك بن عوض بن مبارك الفلاحي مع المركز الثالث، قطعت المسافه في زمن وقدره 5 دقائق 54 ثانية و5 من الاجزاء. هكذا النتيجه، والتهني لمالك المركز الرابع مشاهدينا الكرام. اتت اللي هو صايف سالم بن سلطان بن ميرين الاكتبي.